القوات الأوكرانية وجهت ضربات عنيفة للخطوط الخلفية للقوات الروسية الموجودة على جبهة زاباروجيا وحتى على مستوى دانييتسك، وذلك من أجل تحقيق وتقدم مطلوب في المستقبل. وهذا يأتي في ظل تقدم جيد بدأت تحققه القوات الأوكرانية في الأسبوع الأول من الهجوم المضاد الذي طبعا بدأته قبل أيام قليلة. ووكالة تاس الروسية هي التي تحدثت عن طبيعة الضربات التي تأتي على الخطوط الخلفية التي تحدثنا عنها، وهي تحدثت بأن كان هنالك قصفا عنيفا وجه إلى منطقة توكماك، بالإضافة أيضا إلى برافادا الأوكرانية الذي تحدث بأن كان هنالك قصفا على توكماك وكذلك على ميليتابول، على مواقع القوات الروسية الموجودة هناك. وعندما نتحدث عن توكماك كانت هنالك الكثير من المقاطع الصوتية فقط في الليل مما كان يحدث من عمليات قصف صاروخية أوكرانية عنيفة، ونستطيع الاستماع لطبيعة الكثافة الصاروخية والضربات العنيفة الأوكرانية هنا التي جاءت بهذا الشكل. بل أيضا هنالك قرى قريبة أساسا من هذه المنطقة، لا وهي توكماك، نتحدث عن تافريا وهي قرية تقع إلى غرب توكماك، قصفت بشكل عنيف بهذا الشكل. تعتبر هذه واحدة من النقاط الخاصة بالقوات الروسية، ضربت أيضا بالصواريخ بهذه الطريقة بشكل عنيف. وكما تلاحظون أن هنالك تدميرا لهذه النقطة التي قاموا باستهدافها، هو استهداف بشكل يومي. وطبعا الاستخدام هنا يأتي بالنسبة للقوات الأوكرانية، هم يستخدمون بشكل مكثف صواريخ الهايمرس الأمريكية كما تلاحظون. وأيضا في نفس الوقت أن توكماك والتركيز على عمليات القصف الخاصة بها هو يأتي بسبب أن توكماك طبعا بحسب الفوربز الأمريكية كما تلاحظون أكدت أن هنالك تضحيات كبيرة من الأوكرانيين تجاه هذه المنطقة، لأنها تعتبر عقدة للمواصلات مهمة للغاية، سكك حديدية مهمة في هذه المنطقة. إن سيطرت عليها أوكرانيا ستسيطر على الكثير من الأمور الأساسية على مستوى طبعا الدعم اللوجستي والتحرك وغيرها، وتعتبر خسارة كبيرة للقوات الروسية في نفس الوقت. وأيضا كان هنالك قصفا على ياكيميفكا كما تلاحظون، على السكك الحديدية الموجودة في هذه المنطقة لأغراض أساسية تبحث عنها القوات الأوكرانية. إذا ما جمعنا هذه المعلومات التي تحدثنا عنها على مستوى الخارطة، فإن القصف كما تحدثنا يأتي على توكماك بصواريخ الهايمرس، وكذلك على تافريا بنفس الطريقة، قصف على ميليتابول كما تحدثنا، وكذلك هنالك قصف على بيرديانسك وأيضا على ماريوبول، على نقاط القيادة الموجودة في هذه المناطق، وكما تحدثنا على ياكيميفكا على السكك الحديدية الموجودة هناك. وهذا يأتي لسبب مهم، وذلك لقطع أي إمدادات ممكن أن تكون قادمة من شبه جزيرة القرم إلى ياكيميفكا عبر السكك الحديدية على مستوى المدرعات، على مستوى الدبابات، وإلى ميليتابول والتي ترتبط بتوكماك. بالتالي نغلق هذا الطريق تماما كما يرى الأوكرانيين، يريدون إغلاق وتأخير مسألة السكك الحديدية رغم أن إصلاحها ممكن أن يكون سريعا، إلا أنهم يبحثون عن تأخير أي دعم للخطوط الدفاعية للقوات الروسية، وذلك لخطة أكبر تبحث عنها أوكرانيا. واضح جدا أنهم يبحثون عن إضعاف هذه المنطقة قدر الإمكان، كسر الخطوط الدفاعية، السيطرة على منطقة توكماك، وبالتالي تفتح لهم الطرق لمهاجمة العديد من المناطق. كل شيء يصبح تحت الخطر إن سيطرت طبعا القوات الأوكرانية على توكماك، على تافريا، أو على القرى المحيطة بهذه المنطقة. وهذا طبعا يأتي في ظل أن القوات الأوكرانية الآن حققت تقدما وكسرت خط الاشتباك الخاص مع القوات الروسية في هذه المنطقة تحديدا التي ترونها، التي هي قادمة من دانييتسك بالتأكيد، وبالتالي من منطقة دانييتسك التقدم يأتي مهما وكبيرا للغاية. وهذا الأمر هو قد تم تأكيده من قبل وكالة رويترز، الأوساط الأوكرانية، كذلك وزارة الدفاع البريطانية، وحتى وور غونزو الروسية كانت قد تحدثت عن هذه التفاصيل. وإذا ما اتجهنا إلى الخارطة المحدثة لما جرى بالضبط وما تمكنت القوات الأوكرانية من القيام به، فباختصار القوات الأوكرانية ببساطة
تمكنت من التقدم في الأسبوع الأول الآن من الهجوم المضاد، من السيطرة على نيسكوتشنا وكذلك على بلاهديتنا وكذلك على ماكاريفكا، وبدأت تتقدم بشكل خطير بحسب حتى الأوساط الروسية هي التي تحدثت عن هذه المسألة. وورغونزو الروسي يثبت الكثير من هذه التفاصيل، بدأوا يتقدمون على ستارو مايروسكا التي ترونها هنا والتي لا زالت القوات الروسية تسيطر عليها حتى هذه اللحظة. وأيضا في نفس الوقت أن القوات الأوكرانية اليوم ظهر هذا اليوم تم الإعلان بشكل مؤكد بأنهم قد سيطروا على نوفا داريفكا التي ترونها هنا. وبالتالي إذا ما أخذنا بتحديثات هذه الخارطة ستلاحظ بأن فعلا كل هذه المناطق تغير وضعها وسيطرت عليها القوات الأوكرانية بهذا الشكل الذي ترونه. طبعا القوات الروسية لم تقف مكتوفة الأيدي تجاه هذا التقدم السريع الذي بدأ بهذا الشكل، وبالتالي هي اتخذت قرارا بعملية تدمير سد يأتي هنا في هذه البحيرة التي تأتي بهذا الاتجاه. هنالك سد، هي بحيرة صغيرة، دمروا هذا السد طبعا وقاموا بإغراق هذه المنطقة بأكملها، وليس إغراقا كبيرا ولكنه مهم، وذلك من أجل إبطاء القوات الأوكرانية وعملية التقدم السريع الذي تحققه. وأيضا في نفس الوقت يتمكنون من عملية استنزاف القوات الأوكرانية قدر الإمكان لكي لا تحقق التقدم الذي تحققه الآن. وحتى على المستوى الدفاعي أيضا ستكون أيضا صعبة عليهم عندما تقوم القوات الروسية بمهاجمة هذه المنطقة. وبالتالي القوات الروسية انسحبت إلى هذه المنطقة، انسحبت إلى منطقة إلى يمينها إلى شرقها وقامت بالسيطرة على المرتفعات. هي انسحبت من ماكاريفكا وبلاهديتنا في هذه المنطقة وقاموا بالسيطرة على المناطق المرتفعة الموجودة هنا للسيطرة ناريا عليها، وكذلك في نفس الوقت بدأت تقوم بهجوم مضاد على الهجوم المضاد الأوكراني. هذا الأمر بدأت محاولاته من القوات طبعا الروسية. وإذا ما اتجهنا إلى الخارطة هنالك لقطات لعملية الهجوم المضاد الروسي على الهجوم المضاد الأوكراني نشرته وزارة الدفاع الأوكرانية، وأكدت بأنها تصدت لهذا النوع من الهجمات المضادة. ولنلقي نظرة على طبيعة إحدى اللقطات التي جاءت بهذا الشكل كما ثبتتها وزارة الدفاع الأوكرانية في تلك المنطقة تحديدا التي أشرنا إليها، وستلاحظ بأننا أمام إحدى الدبابات التي اندفعت بهذا الشكل. لاحظ الاندفاع في الهجوم المضاد هنا للقوات الروسية على القوات الأوكرانية، لكن طبعا الأوكرانيين تمكنوا من التصدي لهذا الاندفاع من القوات الروسية وقاموا بعملية أسر عدد من الجنود الروس في تلك المنطقة. بالتالي القوات الأوكرانية تضع حسابات دفاعية أيضا في حالة الهجوم المضاد على الهجوم المضاد الأوكراني الخاص بهم. وطبعا القوات الروسية هنا تحاول التصدي قدر الإمكان لما يجري، ولكن أيضا في نفس الوقت إذا ما انتبهنا أن عملية الإغراق بالمياه هنا هي ستكون أيضا مشكلة بالنسبة للقوات الروسية، فهي بما أنها تبطئ القوات الأوكرانية من التقدم أيضا هي تبطئ حركة القوات طبعا الروسية في هذه المنطقة، إنها لا تستطيع الانتقال من الجهة الغربية إلى الجهة الشرقية بسهولة بسبب أن الأرض لن تساعد، وهذا يفتح الباب للقوات الأوكرانية إلى التقدم إلى هذه المساحة المفتوحة وطبعا السيطرة على هذه المنطقة بأكملها بهذا الاتجاه. وبالتالي أنت تغلق طريق ولكن يفتح طريق آخر. وبشكل عام هذا التقدم الذي تقوم به القوات الأوكرانية، ولاحظ بأننا أمام منطقة رمادية هنا لا زالت ليس تحت سيطرة أحد وهنالك صراع واشتباكات كبيرة في هذه المنطقة، ولكن التقدم واضح للقوات طبعا الأوكرانية، وهذا يضع هذه المنطقة ريفينابول طبعا تحت المطرقة. وفي أي لحظة ممكن أن نرى كل هذه المنطقة تحولت إلى منطقة أوكرانية بسبب هذا التقدم. وطبعا هنالك طريق آخر أيضا فجأة بدأ يفتح بالنسبة للقوات الأوكرانية وبشكل مفاجئ، وهي تأتي بعد الحادثة التي جاءت على سد نوفا كاخوفكا، الحادثة الكبيرة جدا التي جاءت بانفجار هذا السد، اتهامات متبادلة ولكنها أغرقت المنطقة وقطعت الطريق على القوات الأوكرانية في التقدم من خيرسون باتجاه شبه جزيرة القرم، أغلق هذا الطريق. ولكن أيضا في نفس الوقت بأن نسبة المياه التي تأتي في هذه البحيرة هنا بالقرب من إنر غودار، هذا المفاعل النووي الموجود طبعا في هذه المنطقة في
زاباروجيا بدأت مناسيب المياه تنخفض بشكل كبير وبدأت تصبح وكأنها يابسة بسبب المياه التي تتدفق طبعا بهذه المنطقة بسبب انفجار السد، وهو الذي يفتح الباب للقوات الأوكرانية بأنها فجأة تجد نفسها أمام عملية تقدم من الممكن أن يكون محورا غير محسوبا حتى للقوات الروسية في مسألة التصدي إليها. وطبعا كانت هنالك لقطات من القمر الصناعي وصور واضحة لما جرى في هذه المنطقة، وستلاحظ طبعا من صور القمر الصناعي بهذا الشكل، هذه كانت الصورة قبل انفجار سد نوفا كاخوفكا، وهذه بعد. لاحظ كيف أن اليابسة بدأت تظهر بهذا الاتجاه الذي تراه، وأيضا كانت هنالك صور حية اليوم من طبيعة كيف أن اليابسة بدأت تظهر بسبب انخفاض نسب المياه التي تصل طبعا إلى ما يقارب الأكثر من 78% في بعض الإحصائيات لطبيعة الجفاف الذي بدأ يأتي. وتلاحظ أن نوعا ما بعد فترة بعد أيام الدبابات المدرعات ستستطيع من عبور هذه المياه من دون أي مشاكل كما تلاحظون. والقوات الأوكرانية بشكل مفاجئ بدأت تستهدف القوات الروسية والأركان الروسية التي تأتي عبر النهر وعبر هذه المياه بشكل مكثف، وكانت هنالك لقطات لعملية التصدي لهذا الرتل الروسي يوم أمس قد نشرت، وهذا الرتل الروسي كان في هذه المنطقة التي هي طبعا تأتي إلى جنوب إنرغودار، المفاعل الذي تحدثنا عنه في منطقة يطلق عليها زابوفيتنا. وطبعا إذا ما أخذنا طبيعة الصورة لكي نتأكد من هذه المنطقة هل هي فعلا موجودة عبر المياه بالقرب أو إلى جنوب هذا المفاعل الذي هو طبعا يتعرض لخطر بسبب هذه التفاصيل، سنلاحظ من الصورة بسيطة للغاية ولكننا أمام علامات جيدة جدا ممكن أن تسهل علينا عملية الوصول إليها. وطبعا هنا تقاطع كما نلاحظ، أيضا ملاحظ بأن هذه المنطقة المزروعة بهذا الشكل الدائري هو يأتي بجانب الطريق تقريبا، وأيضا هذا الطريق يأتي متفرعا نوعا ما لا يأتي بشكل مستقيم مع التقاطع الذي رأيناه، وأيضا لدينا طريق مميز بهذا الاتجاه هو الذي سيسهل علينا عملية معرفة هذه المنطقة. وبالتالي كل ما علينا فعله هو التوجه إلى زابوفيتنا بالقمر الصناعي بسرعة إلى محور زاباروجيا الذي نتحدث عنه الآن، وبالتالي عندما نتجه إلى هذه المنطقة هذا هو مفاعل زاباروجيا أو مفاعل إنرغودار، وهذه هي زابوفيتنا التي ترونها هنا بهذا الاتجاه إلى جنوبها. سنرى أولى التقاطعات التي هي تأتي إلى الجنوب، وسنلاحظ بأن التقاطع مشابه تماما لما رأيناه، خاصة إذا اتجهنا إلى الشمال قليلا فنحن فعلا أمام نفس اللقطة نفس المقطع الذي كنا قد رأيناه، كل شيء متطابق مع ما رأيناه طبعا الآن، وبالتالي ليس هنالك اختلافا واحدا مما حددناه. وبالتالي هذا يوضح بأن الرتل كان يتحرك بهذا الاتجاه إلى الجنوب وقد يكون متجها بهذا الطريق أو حتى هذا الطريق لكي يتوزع هذا الرتل، والقوات الأوكرانية قامت باستهدافه في توقيت مهم مع انخفاض مناسيب المياه كما تحدثنا في هذه المنطقة. وهذا يفتح الباب بشكل كبير وعلينا ألا نتفاجأ من مفاجآت هذه المعركة أبدا، فكل شيء الآن لا يبدو مفاجئا بالنسبة للمعركة وللمحور الذي تتقدم منه طبعا القوات الأوكرانية، ولكن الباب مفتوحة للقوات الأوكرانية لإيجاد طريق إذا ما استمرت عملية انخفاض مناسيب المياه في هذه المنطقة. وطبعا القوات الروسية واضح بأن هذا الرتل كان يحاول عملية تدعيم المحور في زاباروجيا ولكي يدعم عملية الدفاع في تلك المنطقة، لكن هذا الأمر ليس واضحا لأننا أمام مفاعل. الأوكرانيين يقولون بأن الروس قاموا بتفخيخ هذا المفاعل وبأننا قد نكون أمام حادث نووي خطير وبالتالي فيه حسابات صعبة للغاية. في نفس الوقت عندما نقوم بالانسحاب قليلا من هذه الخارطة ونلقي نظرة على شبه جزيرة القرم، فقد ظهر بالأقمار الصناعية أيضا إلى الشمال هنا من شبه جزيرة القرم بأن هنالك رادارا قد ضرب للقوات الروسية وتضرر بشكل مفاجئ مع كل المنظومات الموجودة للدفاع عن المنطقة. طبعا فجأة هذا الرادار قد ضرب، ولاحظ الصورة كيف أنه قد ضرب بهذه الطريقة، وبالتالي المنظومات الرادارية تقصف بالطائرات المسيرة بشكل مكثف من الأوكرانيين. وهنا السؤال، ما الذي ستفعله أوكرانيا؟ هذا سؤال كبير ولا زال هنالك غموض، ونوعا ما القيادات الأوكرانية تتبع غموضا كبيرا مع هذا الهجوم المضاد. وطبعا رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية بودانوف ظهر بهذا الشكل وهو صامتا لم يقل ولا كلمة واحدة في هذا المقطع، في استمرارا في الحرب النفسية التي يريدون أن يرسلونها طبعا ويوجهونها إلى الروس. وفي نفس الوقت هو وضع في العنوان الخاص بهذا المقطع بأن الخطط تحب
الصمت، وبالتالي هم يتبعون صمتا كبيرا. وأساسا بن هوجز وهو أحد القيادات الأمريكية السابقة، هو جنرال أمريكي سابق في الجيش الأمريكي، كان قد نشر ووضح يوم أمس بأن لا زال للأوكرانيين الكثير ليقدموه، علينا ألا نتفاجأ إذا ما شهدنا الكتائب ومئات المدرعات تتقدم باتجاه القوات الروسية مع هذه المعارك التي نراها، لأن الروس يقولون بأنهم يتصدون إلى هذا الهجوم المضاد الأوكراني، ولكن قال علينا ألا نتفاجأ من الكتائب والهجمات العنيفة والشاملة التي ممكن أن تقوم بها طبعا القوات الأوكرانية. لكن الأمور ليست وردية بالكامل بالنسبة للقوات الأوكرانية رغم الهجوم والنجاح الذي حققته الآن تجاه عدد من المناطق والقرى والمدن التي كانت تسيطر عليها القوات الروسية. لا أبدا، فالقوات الروسية تستعد لهذا الهجوم المضاد منذ سنة كاملة، وبالتالي أيضا كانت هنالك لقطات قد نشرتها الأوساط الروسية لطبيعة المدرعات الأمريكية والمدرعات الغربية التي تمكنت القوات الروسية من تحطيمها، كما تلاحظ هذه لقطة، هذه لقطة أخرى، وبالتالي الأوكرانيين يتكبدون خسائرا ليست بالسهل أبدا. وور غونزو كانت قد نشرت واحدة من نقاط التصدي التي تأتي في أوريخيف، وهي تأتي باتجاه توكماك التي تحدثنا عنها طبعا قبل قليل، ويتصدون طبعا للأرتال الأوكرانية بكل نجاح كبير. وأيضا في نفس الوقت أن التلغراف بريطانيا وضحت عددا من النقاط عن هذا الدفاع الروسي، هو دفاع ليس بالعادي أبدا. ولاحظ ما الذي قالته هنا التلغراف البريطانية يوم أمس: قام الاتحاد الروسي ببناء خط دفاع قوي في نظام ثلاثي الخطوط بمستويات مختلفة من التحصينات، تمتد الخنادق المشيدة بعناية لعدة كيلومترات. وأضافت معلومة من المخابرات البريطانية وقالت: وصفت المخابرات البريطانية تحصينات الاتحاد الروسي بأنها واحدة من أكثر أنظمة الدفاعات العسكرية شمولا التي شهدت في أي مكان في العالم، وحتى نشروا صورا خاصة بالتلغراف البريطانية من الأقمار الصناعية وضحت عملية كما تلاحظ هنا الخنادق الكبيرة والتحصينات الكبيرة التي تقوم بها القوات الروسية في عدد من المناطق، وفي هذا المحور في محور زاباروجيا. وستلاحظ بأنك خط دفاعي أول، خط دفاعي ثاني، خط دفاعي ثالث، هذا هو النظام الثلاثي الذي تتحدث عنه طبعا التلغراف البريطانية والذي تطبقه الآن القوات الروسية على المستوى الدفاعي. ولاحظ الخطوط الدفاعية الكبيرة التي تأتي حول المدن بحسب هذه اللقطات التي ترونها، وأيضا خطوط دفاعية كبيرة باللون الأحمر هنا هي نفس المنطقة التي تحدثنا عنها، توكماك، ميليتابول وكذلك ياكيميفكا. وستلاحظ بأن القوات الأوكرانية في عملية التقدم الذي حققته هي حققت الاندفاع بهذا الاتجاه، ولكن لاحظ هنالك خط دفاعي رئيسي للقوات الروسية لا زال موجودا، توكماك محمية بشكل عنيف، هنالك أيضا خطوط دفاعية وخنادق كبيرة، وبالتالي أنت أمام منطقة مستعدة تماما لهذا الهجوم المضاد الذي نتحدث عنه. ونحن أمام فعلا معركة سنتذكرها جميعا فيما بعد، معركة ليست بالعادية. هذا الهجوم المضاد فيه الكثير والكثير مما هو قادم، وسيكون طبعا إحدى الذكريات الكبيرة في هذه المعركة بكل تأكيد فيما بعد، خاصة ونحن نتذكر ما الذي جرى في باخموت من تكتيكات عسكرية وغيرها. ولكن ما يجري هنا هو خطر على الطرفين، إن كان على الأوكرانيين وإن كان على الروس.